ملء السماوات وملء الأرض، أنت صاحب المنة والفضل، لا إله إلا أنت. ارزقنا اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك. حينما يعرض للإنسان المرض ويستذكر نعمة الله تعالى فيعيها ويقدرها حق قدرها، يعرفها فيتذكرها ويستشعر مقدارها. سبحان الله، آنفا في الصلاة، وأنا أريد كما تعلمون في سلسلتنا القرآنية في تفسير كلام الله عز وجل أن نتابع، لكن عرض لي خاطر في الصلاة في حادثة قديمة مضيت عليها من سنوات، يعني مررت عليها أثناء مطالعاتي تتعلق بالمرض، لا بأس أن أحكيها لكم ففيها عبرة. وذاك أن رجلا من أهل العلم من السلف في القرن الثالث الهجري يدعى بقي بن مخلد رحمه الله تعالى، كان يسكن الأندلس، والأندلس اليوم هي إسبانيا، وهذا أمر لعل كثيرا من المسلمين لا يعرفه. المسلمون في يوم من الأيام حكموا تلك البلدة 800 سنة. هذه إسبانيا اليوم البلد الأوروبي، بقي فيها المسلمون 800 سنة، وكانت تدعى الأندلس، إلى أن خرجوا منها بعد أن تفرقوا وتمزقوا كما هو حال المسلمين في زماننا. كلما ضعفوا وتمزقوا ضاعت عليهم الخيرات. قال هذا الرجل كان من الأندلس في القرن الثالث الهجري، وكان في بداية شبابه يتنقل في حلقات العلماء هناك ويحضرها، فسمع باسم العالم الجليل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أحمد بن حنبل أين؟ هو في بغداد في العراق، والرجل هذا مقيم بأرض الأندلس في إسبانيا، يعني بينهما آلاف الكيلومترات. فعزم الرجل على الخروج إليه لينتفع من علمه وليحضر دروسه ويتعلم ما يفتح الله تعالى به عليه، وقرر ذلك وسافر بالفعل. خرج كيف؟ خرج بسفينة من الأندلس إلى أرض المغرب، ومن ثم كتبه ومتاعه على ظهره وهو ماشي على رجليه. أرعي سمعك رحمك الله، من أين؟ من أرض المغرب. خرج بالسفينة من الأندلس إلى أرض المغرب، ومن ثم من المغرب إلى بغداد في العراق يمشي على رجليه حاملا كتبه ومتاعه على ظهره. لما؟ في سبيل الله، ليطلب العلم فيعلم به الناس، لعل الله يقبل منه وينفع به عباده. سبحان الله، كم كانوا حريصين على العلم، وكم اليوم العلم مسهل ميسر للناس، وكثيرون يكونون قريبين منه، فما أن يقولوا السلام عليكم في خلال الصلاة إلا ويخرجون مسرعين يكون بالا. سبحان الله، خرج الرجل حتى أتى بغداد، فدخلها فسأل عن الإمام أحمد، فقالوا هو محصور. محصور أي ممنوع من التدريس، وذلك لقصة طويلة حدثت في ذلك العصر، ما يسمى حينها بفتنة خلق القرآن، وهي قضية طويلة جدا ليس مجال بسطها الآن. فمنع الإمام أحمد في وقتها من أن يخرج ليدرس على الناس، وقيل له إلزم بيتك تبرك في البيت وقت. فكان يخرج إلى الجمعة وحينا إلى الجماعة إن استطاع، ولا يخرج بعد ذلك. فجاء الرجل وقد قطع كل هذه المسافة ليجد الإمام أحمد قد منع من العلم والتعليم، فحزن ماذا يصنع.
فجاء يوما إلى منزل أحمد فقرع الباب، فخرج له الإمام فقال له: إني أريد منك شيئا. قال: أدخل إلى الدهليز. فدخل فقال: إني أريد منك العلم. قال: ألا ترى إلى ما حل؟ أتعرف صاير؟ قال: قد بلغني، ولكني جئت أقصدك أنت. قال: من أين جئت؟ قال: من بلاد بعيدة. قال: من أرض مصر؟ قال: أبعد. قال: من المغرب؟ قال: أبعد. قال: من أين؟ قال: من الأندلس. قال: والله إنها لشقة بعيدة، فيحسن بي أن أعلمك، ولكن ترى ما حل بي، أنا ما أستطيع فعل شيء. فنظر ثم فكر له فقال: ولكن لا يحق لي أن أمنع طالب علم علما، فأتي إلى بيتي كل يوم في زي السؤال. السؤال جمع سائل، بالعام بلباس شح الدين، في زي السؤال، فاقرع علي الباب وقل: الأجر يرحمكم الله. هذه كانت الكلمة التي يقولها في ذلك العصر السائلون الشحادون: الأجر رحمكم الله، فيعطونه. فقل: الأجر رحمك الله، فأفتح لك الباب وتدخل إلى الدهليز فأعلمك مما تيسر ثم تخرج. فقال له: نعم. ومكث على هذا أشهر، يأتي كل يوم من الصباح فيقرع الباب على الإمام ويقول: الأجر رحمك الله، في زي السؤال، فيفتح له ويدخله إلى الدهليز فيعلمه ويحدثه. والإمام أحمد فقيه محدث، وبقي بن مخلد أيضا محدث، تعلم من عدد من الأئمة، وهذا أحد أهم أساتذته الإمام أحمد. فيحدثه بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد، يعني يقول أحمد: حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسوق له الأحاديث. وبقي يكتب، يسمع ويكتب. وأمضى على ذلك أشهرا، وقدر الله تعالى بعد هذه الأشهر فانكشفت الغمة وانجلت هذه الغيمة والسحابة، وشاء الله تعالى لأحمد أن يعود إلى مكانته بين الناس، وأن يمنع هذا الذي كان عليه من الحظر، ويسمح له بالخروج لتعليم الناس. وخرج الإمام أحمد، وسرت بغداد كلها بخروجه، وعاد إلى علمه وتعليمه. وبقي بن مخلد صاحبنا يحضر درسه وينتفع به مع الناس الآن، فكان إذا جلس إلى مجلس الإمام أحمد، الإمام أحمد وهو على كرسي الدرس يقول للناس وهم مجتمعون: انظروا إلى هذا، هذا ينطبق عليه وصف طالب العلم حقا. يكرمه أمام الناس ثم يحكي لهم ما جرى له معه. ومرت الأيام فغاب بقي بن مخلد عن الدرس، وكم تظن أن درس الإمام أحمد يحضره من الناس؟ يحضره 30 أو 40 ألف إنسان في ذلك العصر. وتقول: وأنا أحد من يسأل، فكيف يجلسون وكيف يسمعون؟ قال: لما أنت نسيت أنه في ذلك العصر ليس هناك كهرباء ولا وسائل لنقل الأصوات. هناك ما يسمى في ذلك الوقت بالمستملين. المستملي هو رجل أذنه واعية مصغية، يقف مثلا بعد 100 متر من الإمام فيسمع كلامه، ثم يلتفت إلى من وراءه ممن لا يسمعون فيقول: قال الإمام أحمد كذا وكذا وكذا، فيسمعون. ويكون بعد 100 متر أو أكثر أو أقل رجل مستمل آخر فيسمع ويلقي إلى من بعده، وهكذا حتى يعم هذا الكلام للناس.
تخيل الآن، الآن أنت تجلس وتسند ظهرك في أقصى الدنيا وتسمع للدرس، ولعلك تمد رجليك أيضا، وذاك الرجل يجلس ويسقي سمعه ولا يسمع مباشرة للشيخ، وإنما يسمع عمن ينقل عنه. وكان بعضهم إذا جاء للدرس حتى يجد مكانا قريبا من الإمام يسمع، يبيت من الليل إلى الصباح في مكان الدرس ليجد له مكانا في هذا المسجد ليسمع الدرس. سبحان الله. أقول هذا يا أيها الإخوة وأذكر هذه التفاصيل لنعرف أننا مقصرون على ما فينا، والحمد لله نحن رواد المساجد مقصرون فضلا عن غيرنا، ولا نقول هذا لنعلم أننا خير من غيرنا، فالله تعالى هو الذي أنعم وجاء بنا إلى بيته، ذلك فضله علينا، ولكن لتعرف أن هناك من سبقونا بدرجات ودرجات في حرصهم على طاعة الله وتعلم العلم النافع وما يطيب به قلبهم وتنصلح به حالهم. قال: فغاب بقي بن مخلد رحمه الله تعالى عن الدرس أياما، فاستفقده الإمام أحمد. بقي بن مخلد رجل فقير جدا لا يملك شيئا، استكرى غرفة في فندق صغير في آخر بغداد. هذه كلمة فصيحة، استكرى لمن أولى إلى الآن استأجر. استكرى غرفة في آخر بغداد في فندق صغير فقير، وجلس فيها فمرض مرضا شديدا أشفى فيه على الموت لشدة فقره. كان يخرج من الصباح إلى المساء يتقوت بكسيرات خبز تكفيه إلى المساء وهذا طعامه، وبعد ذلك انصرافه إلى العلم. فمرض مرضا شديدا أشفى فيه على الوفاة. يحدث هو عن نفسه يقول: كنت يوما في الفندق وقد قال لي صاحب الفندق: إنك لم تدفع الأجرة أياما، فإن لم تدفعها وإلا أخرجتك، قد صبرت عليك كثيرا، حملت كثيرا. فأقول في نفسي وأنا في هذه الحال: ما أصنع؟ لأن ما أستطيع أن أتحرك من المرض والألم والشدة هذه التي خطرت لي، وهي موضع الشاهد في القصة من أولها، البلاء الذي حل بهذا الرجل رغم ما تحمله في الأصل في سبيل رحلته وهجرته وتحمله في سبيل طلب العلم لوجه الله تعالى. فأقول في نفسي يحدث: ماذا أصنع وماذا أفعل؟ يقول: فإذا بي أسمع الناس يتهامسون يقولون: إنه من بعيد قد جاء الناس، يبدو أن أناسا قد صعدوا على ظهر هذا الفندق، فإذا بهم يرون من بعيد جلبة وأصواتا. فتأكدوا وأبصروا فإذا بالفعل هناك جمع كبير قادم باتجاه الفندق، وكما قلنا هذا الفندق في آخر البلد فهو بعيد عنها، فالذي يأتي إليه يكون شيئا مميزا. قالوا: فتراءى الناس من بعيد وأسمعهم يقولون: هذا هو، لقد جاء، لقد جاء. فإذا بالإمام أحمد رحمه الله تعالى قد خرج بتلامذته بعد أن سأل عن لقي بن مخلد، فقيل له إنه مريض، فقال: ألموا لنعوده ونزوره. فخرج بتلامذته ليزور تلميذه. أهل الفندق يتراءون وهم يعرفون من هذا الرجل العظيم أحمد رحمه الله تعالى، فقالوا: هلموا، ذاك هو، ذاك هو. قال: فدخل إلي فسلم علي ثم جلس بقربي، ثم وضع يده على رأسي وقال: يا بقي، أيام الصحة لا سقم فيها، وأيام السقم لا صحة فيها. ثم قال: أعلاك الله إلى العافية، ومسح عليك بيمينه الشافية. يقول: فأسمع وأرى تلامذته يبتدرون كلامه فيسجلونه. ما في حد عطية، إيش عم بحكي الشيخ؟ عم سجل، عم بكتب.
قال أعلاك الله إلى العافية، لا بأس بإنسان يحفظها فهي من مقولات المأثورة، أعلاك الله إلى العافية ومسح عليك بيمينه الشافية. قال ثم دعا لي وخرج. قال فقدم علي أهل الفندق بأجمعهم بعده، كلهم يخدمني ويتقرب إلى الله بأن يطعمني أو يسقيني أو يكسوني أو يأتيني بدواء. بعد أن رأوا هذا العبد الصالح قد جاء لزيارتي، وأما صاحب الفندق فقد قال لي ابق ما شئت فلا أجرة عليك. سبحان الله. ومضى هذا الرجل رحمه الله تعالى إلى أن توفي الإمام أحمد، ومن ثم عاد إلى بلده الأندلس ونشر فيها علما كثيرا كبيرا، كان من شيء يسمى مسند بقي بن مخلد. أنتم اليوم تسمعون كتابا اسمه مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه، والمسند هو عبارة عن كتاب ضخم من 30 جزءا تقريبا، جمع فيه سيد الإمام أحمد رحمه الله شيئا كبيرا من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب حديث. بقي بن مخلد قلد شيخه في ذلك فألف ما يسمى بمسند بقي بن مخلد، فنشره بين أهل الأندلس، فكان منه علم كبير نفع الله تعالى به الناس في ذلك المكان. أسأل الله تعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين.